هاي مشاهدينا، نحن اليوم بالبارت 2 من الانفينيتي كيو 50 اللي عم نشوفها لاول مره على تي في ضمن اوتوفوكس بلبنان، ورح نتناول اكثر المواضيع اللي داخل السياره. مره جديده معنا من ريمكو وكلاء الانفينيتي بلبنان مسيو رالف حموش، انت سينيور سيلز كونسلتنت رالف، ورح نشوف من الداخل اليوم معك قديش مهم هالتو سكرينز اللي تاتش سكرين بالسياره، وقديه التكنولوجي صارت مهمه بانفينيتي. مزبوط، انا نعتبر انه عندك وقت كثير بتقضيه بالسياره لازم تكون على طول كونكتد، سو عندك دول ديسبلاي مع ان تاتش انفينيتي ان تاتش اللي بتعمل كونكت اكيد ثرو يور فون للبلوتوث كرمال تطلع تليفوناتك، واكيد حتى ايميلك كان بي سينك والكالندر تبعك كرمال تعرف حتى ايمتى لانه وعندنا كل شخص البروفايل تبعه، يعني كمان شيء 3-4 بروفايل نقدر نعملهم. مزبوط، كل شخص في يعمل اديت ليوزر معين بالسياره تيظبط ان ديتيل مثل ما عاملين مثلا يوزر لإلي اذا بنشوفه على الكاميرا سريعا 100% باليوزر ليست فينا نلاقي انه جورج عنده يوزر حسب درايفنج مود تبعه، القعده والستيرنج وحتى الميررز والميوزك، اكيد ميوزك والاير كونديشننج السيتنج تبعه المعين بحبه هو، وكل الكونتاكتس اللي موجودين على التليفون اللي مجرب نعمل فيها بالبلوتوث عم ينزلوا موجودين بالسياره على السكرين.